بصوا، احنا النهارده المحاضرة هنتكلم فيها عن ايه؟ عن الكاش. احنا عارفين ان في بروسيسور وفي الرام اللي هي الميموري، في حاجه في النص. دلوقتي عشان انقل داتا هنقلها منين؟ هنقلها من الميموري للبروسيسور والعكس. طيب الحاجات دي عشان ننقلها، الرام بطيئه قوي والبروسيسور سريع قوي، فهم لما فكروا ابتدوا يفكروا في ايه؟ ان هم يحطوا حاجه في النص ما بين المين ميموري وما بين البروسيسور، تقلل من سرعه البروسيسور شويه وتسرع من سرعه الرام شويه. هي الفابريكيشن بتاعتها فاست، سريعه، يعني الخامه نفسها اللي مصنوعه منها بتخلي سرعه البيانات فيها سريعه قوي. وفي نفس الوقت كمان لما فكروا قال لك ايه؟ قال لك البروسيسور دلوقتي لما عايز اي داتا بيروح للرام ياخدها ويرجع يرجعها تاني. طيب بتمر عن طريق الداتا باس والادرس، عن طريق الادرس باس والحاجات دي كلها. فانت القصه بالنسبه لك ايه؟ المسافه دي كلها رايح جاي، ده بالنسبه له وقت اكسس تايم. فقال لك طب ما انا اعمل حاجه تبقى يا اما وزن البروسيسور، تبقى جوه البروسيسور نفسه، وابتدي احط فيها الحاجات اللي هي اللي البروسيسور محتاجها باستمرار. يعني زي ما اتفقنا، انت عندك بروسيسور، عندك من ميموري اللي هي الرام، وعندك انبوت اوت ديفايس. طيب عشان انقل الداتا من دول للبروسيسور، كل الحاجات دي هتروح فين؟ هتروح في الكاش. طيب في حاجه اسمها الاكسس تايم. الاكسس تايم ده اللي هو ايه؟ اللي هو زمن الوصول للمعلومه. يعني انا دلوقتي محتاج ان الاكسس تايم ده يبقى سريع قوي عشان يبقى الداتا عندي موجوده باستمرار. يبقى احنا زي ما اتفقنا نقدر نتكلم نقول ايه؟ الميموري هيراركي. افضل فضلك. يبقى زي ما اتفقنا دلوقتي، انت عندك الميموري هيراركي بتاعك في البروسيسور ريجسترز. الريجسترز دي سريعه قوي، تعتبر تقريبا اسرع ميموري
element ممكن تاكسسه، بعدها الكاش، بعدها الميموري اللي هي الرام. دول لما اجي بقول امبورت ميموري معناها بتكلم على المذر بورد، ان هم على المذر بورد فهم امبورت. في احيانا كتب بتقول تتكلم على امبورت او امبورت بروسيسور، فبيتكلموا على مين؟ الريجستر والكاش بس. بس احنا بالنسبه لنا احنا الديفينيشن اللي هنتكلم عليه ان احنا بنتكلم على المذر بورد. لما نقول امبورت معناها ان الحاجات دي موجوده فين؟ على المذر بورد بتاعتك او البورده بتاعت الكمبيوتر. بعد كده في الماجنتيك ديسك، السي دي روم، السي دي رايدر، الدي في دي رايدر، وبعد كده الماجنتيك تيبس. دول اوت بورد ميموري ودول اوف لاين ستورج. طيب بترتيب الستورج ايمس كده، دول اسرع حاجه واغلى حاجه. يبقى انت من تحت وانت طالع دول السبيد بتاعتهم كل ما تطلع لفوق السبيد بتزيد، والكوست كمان التكلفه بتزيد. طيب من فوق وانت نازل الكباستي، الحجم الستورج اللي انا اقدر اخزنه السايز بيزيد، وكمان الاكسس تايم بيزيد. يعني ايه؟ يعني اسرع حاجه فوق وابطا حاجه تحت. يبقى الوقت اللي هاخده عشان اعمل اكسس للمعلومه او للداتا بتاعتي بيزيد. يبقى اسرع حاجه اللي هو تقريبا نو تايم ريجستر والكاش. الكاش في عندنا ليفل 1 ده اللي هو جوه البروسيسور، ليفل 2 بره البروسيسور، ممكن الكمبيوتر يبقى فيه ليفل 3، ممكن الكمبيوتر يبقى فيه ليفل 4. يبقى انت بالنسبه لك ممكن نعرف هنا ان احنا الاكسس تايم احنا قلنا الاكسس تايم هو ايه؟ هو زمن الوصول للمعلومه. يبقى نقدر نقول ان هو الوقت between presenting the address and getting valid data. يبقى هو الوقت ما بين ان انا اطلع الادرس، ما طالما طلعت ادرس يبقى انا كده انا ايه؟ اروح اخد معلومه. يبقى ما بين ان الادرس بتاعي يبقى جاهز لحد ما خدت داتا valid. تمام كده؟ في عندنا حاجه ثانيه اسمها الميموري. سايكل تايم، احنا اتكلمنا عن حاجه زي كده المره اللي فاتت. بيقول لك الميموري سايكل تايم ده هو ايه؟ هو الوقت اللي الميموري محتاجاه ان تعمل ريكفري قبل النكست اكسس. معناها ايه؟ معناها انا بنفذ انستراكشن فياخد وقت الاكسس تايم بتاعه التنفيذ، ووقت ان الميموري خلاص بقت اوريدي جاهزه معاك ان انا استقبل اكسس جديده. فبيسموا ان السايكل تايم ده بيساوي ايه؟ بيساوي الوقت بتاع الاكسس اللي هو الاكسس تايم ده زائد الوقت بتاع الريكفري. هنعرف حاجه ثانيه اسمها الترانسفير ريت، من اسمه كده ترانسفير. Thank you.
من اسمه ريت، يعني هو ايه؟ هو فريكوانسي. يبقى الفريكوانسي ده هو الريت اللي انت محتاجه عشان الداتا تتنقل. يبقى بالعقل كده احنا السايكل تايم الترانسميتد ده هو ايه؟ هو معكوس. صح؟ اتكلمنا في الموضوع ده المره اللي فاتت، بس انا بتكلم ايه؟ بنهي تاني الديفينيشن يعني. ان انت عندك الريت ده فريكوانسي، السايكل تايم ده هو الوقت اللي انت محتاجه عشان ايه؟ عشان تنفذ الانستركشن. فريكوانسي مقلوبه تايم. بالظبط. يبقى ترانسفير ريت ان انت تتاكد ان الداتا اتنقلت هو ايه؟ هو مقلوبه تايم بس. التايم بتاع الاكسس تايم زي التايم بتاع الريكفري. في ديفينيشن كده بيقول لك حاجه اسمها لوكاليتي اوف ريفرنس. ايه معنى الكلام ده؟ بيقول لك احيانا كده وانت شغال في عندك شويه كلام كتير قوي بتتكرر. في عندك حاجات كتير مثلا زمان كنا بنعملها اللي هي لوبس، اللي هي الايه؟ ان انت عندك شويه اوامر بتتكرر تحطها في لوب. فبنسمي الكلام ده ايه؟ كلاستر. الحاجات اللي بتتكرر كتير قوي دي معناها ان البروسيسور بيحتاجها كتير. فمش معنى كل شويه ان انا ايه؟ هطلع من البروسيسور اروح للرام اجيب الحاجه دي كل مره. فقال لك لا، الحاجات اللي بتتكرر كتير دي حطها جوه الكاش. ولو انت عندك ليفل 2 من الكاش حط البروجرام كله في ليفل 2. يبقى انت بالنسبه لك انت كده وفرت وقت. انت بتروح اول ما يخش داخل الكاش لقى المعلومه، فبيسموا ايه؟ حاجه اسمها هيت. ان هو لقى الحاجه ياخدها ويعمل عليها ايه؟ البروسيسنج بتاعه. طب لو ما لقاهاش بيسموها مس، ان هو مش لاقي الحاجه، فيبتدي ما لقاهاش في الكاش يبتدي يروح يا اما لو ما لقاش ليفل 1 يروح ليفل 2 من الكاش، لو ما لقاش ليفل 2 يروح لمين؟ للرايت من مين. فانت يهمك الحاجه دي ايه؟ ان انت عندك، انت عارف ان الكوست غاليه، يبقى احنا نقدر نعرف طالما الكاش الكوست بتاعتها غاليه، يبقى نقدر نعرف نقول حاجه اسمها الكوست التكلفه بير بت. ان هي تكلفه البت الواحده كام؟ تقدر تقول ان التكلفه دي عاليه. فانت يهمك ان الكاش تبقى ايه؟ صغيره. صح كده؟ طيب بس انت برضو عندك عارف ان الكاش سبيد عاليه، فيهمك ان الكاش تبقى ايه؟ كبيره. ما هو معنى ان هي كبيره بتاخد داتا كتير، يبقى السبيد، يبقى انا وفرت وقت. طيب انت اليوزر طماع عايز الكاش كبيرة وفي نفس الوقت بأقل تكلفة. فهتبتدي انت تعمل بقى ايه؟ تعمل كومبرومايز ما بين الاثنين، تعمل تريد اوف ما بين الاثنين. عشان كده استخدمنا مين؟ الميموري هيراركي. انت بتحط عندك تشكيلة كده في الجهاز الكمبيوتر بتاعك، يبقى عندك من الكاش وعندك من الديسك، عندك من السي دي روم، عندك من الحاجات كلها. بس بما يتناسب مع مين؟ مع التاسك اللي انت هتنفذها. يعني انت محتاج تبيلد بروجكت معين، البروجكت ده التكلفه المبدئيه بتاعته قد ايه؟ وبناء عليه بتبتدي تعمل كومبرومايز ما بين الميموريز المختلفه اللي عندك. فنبتدي نقدر نعرف كده الكاش، نقدر نقول ان الكاش دي عباره عن ايه؟
يبقى هي small amount of fast memory، جزء صغير من الميموري سريعه بتبقى ما بين السي بي يو والمين ميموري اللي هي الرام بتاعتك، ممكن تبقى لوكيتد اون الشيب جوه السي بي يو او اون موديول ان هي تبقى ايه بره على موديول ما بين السي بي يو والرام. هنعرف حاجه هنا اسمها الهيت ريشيو، زي ما اتفقنا ان انت لو دخلت، لو البروسيسور دخل ولقى الداتا اللي هو عايزها جوه الكاش فبنسمي ده اسمه ايه؟ حصل هيت. يبقى فراكشن اوف ميموري اكسس exists in the cache، اللي هو كل الميموري اكسس الداتا اللي انت عايزها موجوده في الكاش. يعني if لقيت داتا، لو انت عايز تخش، لو انت دخلت على الكاش ولقيت الداتا اللي انت عايزها بنسبه 95% فبنسمي ده كده ايه؟ ده الهيت ريشيو. في قانون بقى عايزين نعرفه اللي هو الافريج، ولو احنا هنتعرف كده افريج سايكل تايم فقط لو انت عندك اتنين ليفل من الكاش وعايز تحسب الافريج سايكل تايم، الاتش دي اللي هي الهيت ريشيو مثلا زي ما اتفقنا ممكن تبقى 95% ممكن 80 90 ايا كان رقم الاكسس تايم بتاعك بتاع ليفل 1 ال 1 اللي هو تي 1، يبقى الافريج سايكل تايم ده بيساوي ايه؟ اتش في تي 1 زائد 1 ناقص اتش في تي 1 زائد تي 2. فده كلام منطقي لو عندي الهيت ريشيو ب 100% يعني معناها 1 يبقى ده كام؟ 0. يبقى انت عندك المعلومه كلها موجوده فين؟ في ليفل 1 كاش. طيب لو انت عندك حصل مس، يعني ايه حصل مس؟ ما لهاش، يعني 0، يبقى ده ب 0. يبقى هنا ايه؟ التايب تي 1 زي تي 2 ان هو دخل الكاش الاولانيه عمل اكسس فخد وقت ما لقاهاش راح لمين؟ لليفل 2 فخد عمل اكسس تاني في ليفل 2. يبقى انت عندك الوقت ساعتها يبقى مين؟ الاول زائد 2. Thank you.
الكاش والميموري، لو انت عندك سنجل كاش يبقى انت عندك السي بي يو هتنقل الداتا للكاش او العكس، والكاش للرام او العكس. ما بين الكاش والرام سلو، سرعه بطيئه شويه، لان انت غصب عنك بترتبط بمين؟ بسرعه المقطع. ما بين السي بي يو والكاش فاست. ما بين الكاش والرام، الكاش صغيره الرام كبيره، فبتنقل الداتا ببلوك. يعني ايه بلوك؟ يعني شويه ووردز كتير مع بعض، مش بننقل بالورد الواحده. يعني انت هنفترض ان انت عندك اليونت اللي انت شغال بيها بايت، فانت هنا الكاش ما تنقل من الرام تاخد بلوك على بعضها شويه بايتس كتير مع بعض، نسميهم بلوك زي ما هنشوف كمان شويه. طب ما بين الكاش والسي بي يو؟ لا بالورد. لو اليونت اللي عندك شغال بيها بايت يبقى تنقل البايت، لو اكتر من بايت انت شغال اكتر من بايت، بس هي ايه؟ وورد. طيب لو انت عندك بقى مثلا هنفترض 3 ليفل من الكاش سي بي يو، ال 1 ال 2 ال 3 وبعد كده المين ميموري اللي هي الرام. هنا زي ما اتفقنا بلوك، كل ده ايه؟ وورد وورد وورد. ده هنا اسرع حاجه اللي هي الفاستست، هنا فاست، هنا ليس فاست، هنا بلوك سلو. لحد هنا في مشكلة عند حد؟ خش بقى يعني ايه؟ تعرّي شوية. الشكل ده بالنسبه لنا احنا مش غريب علينا اهو، 0 1 2 بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي بالنسبه لنا زي ما اتفقنا
ده شك المين ميموري اللي هو الريم. انت عندك من اول وورد رقم 0 لحد 2 اس ان ناقص 1. اظن احنا الكلام ده عارفينه. فانت ده مش جديد علينا. لكن القصه الجديده بقى بالنسبه لنا ان احنا ايه؟ بدل ما هنشتغل بالوورد بالبايت نفسه او بالوورد عموما، لا انا بشتغل بمين؟ ببلوك. يعني انا باخد كي ووردز ايا كان الرقم ابتدى قد ايه وبسميه بلوك وبتعامل بالبلوك. طيب بالنسبه للكاش بقى، شكل الكاش عامل ازاي؟ الكاش متقسمه للاينز، كل لاين هو السايز بتاعه نفس سايز البلوك. يعني ايه؟ يعني ده كده كي ووردز. انت الووردز كلها كان ايه؟ الفريم تحت بعضها. لا، في البلوك جنب بعضها. معايا كده؟ يبقى البلوك لينس اللي هو اللي هنا هو نفس اللاين لينس، او بلوك سايز هو نفس اللاين سايز. في عندي في الرام بقى حاجه اسمها تاج زي البصمه. البصمه دي اللي بتحدد لي انا هاخد انهي لاين هحط فيه الداتا اللي جايه او هقرا منه الداتا اللي هاخدها. ده اسمه ايه؟ تاج. يبقى احنا دلوقتي في الميموري شويه لاينز وكل لاين عليه ايه؟ تاج. عدد البلوكس بيساوي كام؟ بيساوي 2 اس ان على الكي. ده موجود فين؟ في المين ميموري مش الكاش. عدد البلوكس الموجوده في المين ميموري انا عندي كام؟ عدد الورس كلهم كام؟ 2 اس ان. طب والبلوك كي صح؟ يبقى عدد البلوكس كام؟ 2 اس ان على الكي. طيب الكاش بقى دلوقتي احنا المفروض هنعمل ايه؟ هنعمل مابنج للكاش. الكاش اتفضل. قول نمبر فضلت سيدي حضرتك حسبتها ازاي؟ ثانية واحدة. انت عندك المين ميموري صح؟ عدد اللوكيشنز الموجودة فيها كام؟ مينوس ان. طيب كل البلوك بيتكون من كي وورد او كي بليس كي لوكيشن. يبقى انت عدد البلوكس كام؟ اقسم 2 اس ان عددهم كلهم على عدد الكي اللي هو البلوك فيه كام وورد بس. طيب الكاش مابنج فانكشن بقى في عندنا يا اما دايركت حاجة مباشرة خالص، يا إما فولي أسوشيتد، يا إما ست أسوشيتد. يبقى أنا دلوقتي هعمل مابينج للكاش دي بثلاث طرق، يا إما أول حاجة دايركت حاجة مباشرة خالص، يا إما فولي أسوشيتد، يا إما ست اسوشيتد. دول الثلاث طرق اللي انا اشتغل بيهم واعمل بيهم مابنج للكاش. هناخد واحده واحده بس انا هصرف اقولهم لك ايه عشان ما تحسش ان انا ايه مره واحده دخلت انت تقعد في النص. يبقى انا هبدا اول حاجه هبدا اتكلم فيها اللي هي مين؟ الدايركت. يبقى احنا الكلام اللي احنا قلناه بقى دلوقتي كله كان مجرد انتروداكشن بعرفك يعني ايه كاش. تمام؟ Thank you.
中的人在那工作，在那干活。市场发展上的事情。对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 。小时候我认为他的人是没有知识观点，他们很认真，然后我现在都做一个我还很聪明，然后一个人也经常都说我很聪明，但是他们每天里面好多都放在这里面好我们还是这是我的意思我的意思我的意思我的意思我的意思我的意思我的意思我的意思好，来下一个。那我们先说。Next。这是我的。然后先说的。我的上海之旅。本来不说，本来想念的。下来。下来。下来。بصوا شباب احنا دلوقتي هنتكلم عن مين؟ على بريد طيب اكتمالي طيب اكتمالي ده معناها ايه؟ معناها ان انت في كل لايف انت بتخزن لوك واحد يعني ايه؟ يعني انت لو مفترض مثلا دلوقتي انت عندك هنا البلوكس بي نوت بي واحد بي اتنين بي جي لحد اخر بلوك عندك موجود فاحنا هنعرف هنا الجي بلوك نمبر والاي لاين نمبر والام ده النمبر اوف لاين ان كاش اللي احنا كنا كاتبينه هناك اللي هو سمول ام في خلي بالك في سمول ام وفي كابيتال ام الكابيتال ام ده عدد البلوكس الموجوده فين في المين ميموري طب السمول ام ده عدد اللاينز عدد اللاينز ان ايه ان كاش مش احنا اتفقنا في الرسمه اللي فاتت من شويه ان احنا كان كل لاين هنا اللي قدامه تاني اتفقنا ان عددهم السمول ام واتفقنا هنا في المين ميموري ان البلوكس دي كلها عددها الكابيتال مين؟ كابيتال ام طيب دلوقتي بقى الدايركت مابنج ده بيعمل ايه؟
بيحطني بياخد البلوك ده على بعضه من هنا ويحطه لي في لاين. طيب في اللاين الموجود عندي هنا بيتحط ازاي؟ بياخد بيشتغل بالقانون اللي هو جي مود ام. بمعنى ايه؟ بمعنى ولنفترض مثلا ان انت عندك لاين رقم 0، نفترض ان انت عندك مثلا اول الكلام ده ان انت عندك 4 بلوكس، يبقى الام بكام؟ ب 4. والجي هتيجي تروح جايه عامل ايه بقى؟ البلوك رقم 0، بلوك رقم 1، بلوك رقم 2، بلوك رقم 3، تيجي يعمل ايه؟ يقول لك البلوك رقم 0، فتقول 0 مود 4، يبقى خارج القسمة كام؟ خلي بالك ده مود دي معناها خارج القسمة. يعني انت مثلا لما تيجي تقسم ايه؟ 4 على 4 بواحد، المود كام؟ 0، اللي هو باقي القسمة. ده اسمه ده اللي هو باقي القسمة. ف 0 مود 4 كام؟ 0. ماشي؟ طب 1 مود 4 1، 2 مود 4 2، 3 مود 4 3، 4 مود 4 0. هتاخد بالك من ايه بقى هنا؟ اللي هو البلوك نمبر، اللي هو بي 0 يبقى البلوك 0، بي 1 يبقى هنا جيب 0، بي 1 يبقى البلوك رقم 1 يبقى جيب 1. الام اللي انا بتكلم عليه عدد اللاينز اللي موجوده في الكاش، مش الميمو، عشان كده هتلاقي اثنين. انا بتكلم دلوقتي على اللاينز، يعني انا هعمل ايه؟ هاخد بلوك من هنا اخزنه فين؟ في الكاش. طب البلوك ده رقم 0 مثلا احطه فين في الكاش؟ فاني لاين؟ فاني صدر؟ فده اللي انا عايز اعرفه. فقال لك ايه؟ قال لك النظام هيبقى ماشي ازاي؟ قال لك هتيجي تاخد رقم البلوك وتقسمه وتعمل له اسمه على مين؟ على عدد اللاينز. باقي القسمة كام؟ لو 0 يبقى انت هتحطه في اللاين رقم 0. طيب لو طلع 1 تحطه في اللاين رقم 1، لو 2 تحطه في اللاين رقم 2، اللي هي الرسمه اللي احنا رسمناها من شويه، اللي هي الخطوط اللي رسمناها. تمام؟ هتيجي هنا بقى ايه؟ عديت، خد بالك من الحته دي، عديت عدد اللاينز. يعني انت دلوقتي كده لحد هنا 3، يبقى انت عندك 1 2 3 4، صح كده؟ هتيجي عند رقم بلوك رقم 4، لا هيتخزن فين؟ في اللاين 0. ايوه يرجع ل 0. طب وكده اللي هو متخزن كام؟ ايوه متخزن على 0. ما هو ده اللي احنا هنقوله دلوقتي بقى. بص بقى يا سيدي، الدايركت ماب من ضمن عيوبها ان هي بتخزن اونلي وان كاش لاين. يعني انت دلوقتي بلوك كده لو خدت بالك هو عامل ايه في التقسيمه دي؟ هتلاقيه عامل حاجه بالمنظر ده، اللي هو في الكاش لاين خلاص كده 0، هتلاقيه بيخزن يا اما بلوك 0 يا اما بلوك رقم ام يا اما 2 ام وهكذا لحد 2 اس ام ما ايه؟ اس اس ناقص ام. يبقى انت هنا هيعمل ايه؟ في اللاين 0 هيخزن يا تلاقي بلوك رقم 0 يا تلاقي بلوك رقم ام اللي هو في حالتنا كان 4، يا تلاقي بلوك 2 ام في حالتنا دي برضو اللي هو 8، وهكذا. يعني ناخد واحد بس. طيب بلوك رقم 1 هيخزن مين؟ هيخزن يا اما في اللاين رقم 1 هيخزن يا اما بلوك رقم 1 يا اما ام بلس 1 يا اما 2 ام بلس 1 وهكذا. يبقى انت في اللاين رقم 1 هتلاقيه بيخزن يا اما بلوك رقم 1 يا اما في حالتنا دي المثال اللي احنا ضربناه يبقى 5، يا اما 2 في 5 ب 10 و 1 11. وصلت الفكره ماشيه ازاي؟ يبقى كل مره اتطاين هتخش في الكاش في اللاين الفلاني ده حاطط دايركت ماب لو هو شغال في الالجوريزم ده هيبقى مخزن بلوك واحد بس في اللاين. العيوب بقى بتاعته، من ضمن العيوب بتاعته ايه؟ ان انت دلوقتي لو نفترض ان انت
بتاكسس بلوك رقم 0 هتاخد منه حاجه. فانت هروحت ايه؟ خدته من الكاش. لو مش موجود في الكاش انت رحت عملت ايه؟ خدته من المين ميموري حطيته فين؟ في الكاش. وبعدين بعد كده هتاخده وتوديه للبروسيسور. يبقى انت مسحت القديم وحطيت مين؟ بلوك رقم 0. جيت بعدها في الاتريشن اللي بعدها على طول الانستركشن اللي بعده محتاج حاجه من ايه؟ محتاج حاجه من اللي كانت موجوده قبل منه. ونفترض ان هو بلوك رقم 1. هتروح تجيب بلوك رقم 1 وتحطه في الكاش تمسح الزيرو وتحطه. جيت في الاتريشن اللي بعدها رجعت للزيرو تاني يبقى نفس القصه تاني. فده من ضمن الايه؟ عيوب. لا مفيش توهان ولا حاجه. كل القصه في ان انت بتاخد البلوك تحطه في الكاش عشان مسحت الحاجه اللي متفضله. ايوه هي الكلام اللي احنا بنقوله ان انت في كل مره هتتايم هتلاقي اللاين ده مخزن بلوك واحد. البلوك ده ممكن يبقى زيرو، ممكن يبقى اربعه، ممكن يبقى ثمانيه. فاهم القصه ماشيه ازاي؟ واحد. طب افرض ان انت مثلا محتاج من بلوك زيرو دلوقتي ورحت الكاش لقيت موجود مخزن فيه واحد، بلوك رقم واحد. هتروح تعمل ايه؟ هتروح المين ميموري تاخد بلوك رقم زيرو تحطه في الكاش، هتمسح اللي كان متخزن رقم واحد هتحطه مكانه. طيب الايتريشن اللي بعدها، السايكل اللي بعدها، افرض ان انت بقى عايز ترجع للزيرو تاني. تروح تمسح، تروح تاخد المين ميموري تجيبه وتمسح ده وتحطه مكانه. فده من ضمن عيوب ان انت هتطيب اللاين الواحد هو مخزن بلوك واحد وانت ثابت بالنظام ده. يعني في جدول كده هتلاقيه في المحاضره عندكم الباور بوينت او البي دي اف اللي هتدفع لكم. الجدول ده الدايركت ماب مثبته. يعني في لاين زيرو هتلاقي لازم بلوك من دول، في لاين واحد هتلاقي بلوك من دول، استحاله تلاقي البلوك ده في لاين زيرو والعكس. واصل الكلام ده؟ ده من ضمن هي سهله في المبني بس غلسه في التطبيق. يعني انت دلوقتي لو جيت انت تشتغلها هتلاقي نفسك انت بتعمل ايه؟ بتويست تايم كتير. لا هي مش عمليه قوي. طب يعني هنا يا دكتور معلش يعني هنا البلوك زيرو هتبقى في اللاين زيرو صح؟ الايه؟ ده كده ده اللاين. ده اللاين. وده البلوك. حلو؟ ودي القانونات. اللي هو البلوك نمبر باقي القسمة على على مين؟ على عدد اللاينز. وصلت؟ امسح بقى الكلام ده عشان ما عندناش محتاجين. هو لو في اللاين زيرو يا دكتور ولو عايز حاجه من لاين واحد هيروح يجيبها ويحطها في الزيرو ويمسح اللي في الزيرو. كل ما فاكرك صح ولا بص 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 طبقا للاين واحد، طبقا للاين واحد، لاين واحد اهو بياخد ايه؟ بياخد بلوك رقم واحد وبلوك رقم ام ناقص واحد وام زي واحد لو حالتنا يبقى خمسه. لو في اللاين زيرو بقى بياخد زيرو واربعه. فانت لما تيجي تحسبها لازم تبقى انت واخد بالك من الحته دي ان زيرو لاين زيرو هيخزن ايه؟ هيخزن لاين زيرو ولاين اربعه بلوك زيرو وبلوك اربعه. اصلا فانت بتتكلم ايه؟ لو انا محتاج حاجه من زيرو والايتريشن اللي بعدها محتاج حاجه من اربعه بلوك اربعه هتروح جاي واخد اربعه حاططها مكان الزيرو ومسح الزيرو. يعني انا اصلا بروح للمكان انا عارف بروح فين بالظبط. فانت الفكره طبقا لمين؟ للجدول ده. ماشي معاك ازاي؟ فهمت الكلام ده؟ هو بيعمل ايه؟ مثبت اللاينز مثبت البلوكس. فانت اللاين زيرو هيتخزن فيه بلوك زيرو بلوك ام بلوك 2 ام وهكذا. طيب بلوك لاين 1 بلوك 1 ام بلس 1 2 ام بلس 1 وهكذا. عايز بلوك 3 3 يبقى انت عايز بلوك 3 3 بقى انت بتتكلم على مين؟ على ما يقابله من اللاين. يعني انت بتتكلم دلوقتي لو انت بتتكلم تمشي باللاين مش بالبلوك هتمشي باللاين مش بالبلوك اللاين ما يقابله يعني اللاين زيرو مخزن فيه مين؟
هي مش محتاجه اصلا بقى البيولوجي خلاص انت فهمت انت لا فهمته خلاص اتحفرت في المجال تمام. انت اول ما تبص على الجدول الجدول شرح نفسه قوي ماشي. طيب تعالوا بقى نخش بقى في الايه المهم. احنا اتفقنا دلوقتي ان ايه ان كل لاين بيخزن بلوك واحد بس. طب الادرس هيبقى شكله عامل ازاي؟ الادرس قال لك التاج وفي عندي حاجه اسمها وورد ايدنتيفاير وفي حاجه اسمها لاين او سلوت. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا باشا انت دلوقتي شغال بالبلوك صح؟ بلوك البلوك ده فيه ايه؟ فيه كي من الوردز. طيب انا لو هاجي اقرا البلوك ده في حاجه هتبين لي الادرس بتاع البلوك ككل اللي هو مين؟ اللي هو الاس. يبقى الاس ده هيقول لي ادرس مين؟ البلوك على بعضه. طيب الورد ده ايه بقى؟ لو انا عايز بايت من جوه يعني ايه؟ يعني مثلا هنفترض انت عندك هنا اربعه. لو عندك اربعه وورد صح؟ يبقى اربعه وورد دي معناها ايه؟ معناها ان انت محتاج كام بت عشان تعرف الادرس بتاعها؟ اثنين. انما ايه؟ يا اما كده 0101 يا اما 00 يا اما 11 دول مثلا هيعرفوا لي الورد دي دول هيعرفوا لي الورد دي دول هيعرفوا لي الورد دي دول هيعرفوا لي الورد دي زي ما كنا بنعمل في اللوجيك زمان تمام. يبقى انت لو افترضنا ان انت عندك الكي بتاعت البلوكس اربعه فانت محتاج مينيمم كام؟ هما اتنين بس عشان يعرفوا لي الورد. يبقى ده اسمه وورد ايدنتيفاير بيوضح لي انهي بايت في البلوك انا عارفه. طيب الاس بيشاور لي على بدايه البلوك انهي بلوك دول اللي انا هختاره. وصلنا لكده عرفنا ايه هو الاس وايه هو الدبليو. انا ما سيبك من هجيبه ازاي مش بتكلم كده بتكلم ايه فايدته. الاس بيشاور لي على البلوك البلوك 0 ولا بلوك 1 ولا بلوك 2 ولا بلوك 3 لحد فين. والدبليو بيحدد لي البايت اللي جوه البلوك اللي هو الورد ده. الورد ده ايدنتيفاير مش وورد كامل مجرد اثنين بيتس. يعني ده بيشاور لي على انهي وورد او بايت جوه البلوك ده اسمه ايدنتيفاير. ايوه اي واحد انا عايز الوورد الاولانيه ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه. يبقى الوورد ده الدبليو ده اسمه ايه؟ وورد ايدنتيفاير بيشاور لي بس انهي وورد اللي انا محتاجه. وصلنا كده فهمنا بس ايه هو الاس اللي هو الدبليو قبل ما اكمل. الاس اللي هو البلوك الاس بيشاور لي على البلوك الدبليو بيشاور لي على مين؟ على الورد اللي جوه البلوك. الفار ده اللي هو ماشي. يبقى دي كده مين اللي على اليمين؟ دي المين ميموري او الرام. طيب تعالى بقى الناحيه دي كده كل ما هو هنا ده كده جوه مين؟ جوه الكاش. الادرس بتاعنا زي ما اتفقنا انت عندك ايه؟ عندك مين ميموري وعندك كاش. فانت عندك في الادرس نفسه هتلاقي فيه حاجه جزء مرتبط بالميموري ادرس نفسه بتاع المين ميموري وجزء مرتبط بمين؟ بالكاش. الكاش اتفقنا ان لازم في الادرس لقيته مين؟ التاج او البصمه اللي هو بيحدد لك انهي لاين صح كده؟ وعرفنا الورد اللي بتحدد لك انهي بايت تمام؟ ايه هو اللاين بقى؟ اللاين السطر نفسه اللي عندك صح؟ تعال ناخد مثال رقمي كده ونوضح الكلام ده. بيقول لك ولنفترض ان انت عندك كاش 64 كيلو بايت والكاش بلوك مكون من 4 بايتس. وبيقول لك انت عندك مين ميموري مكونه من 16 ميجا بايت رام. يبقى انا اقدر هنا احل الكلام ده ازاي؟ عندي قال لي هنا الكاش بلوك 4 يبقى الكيب كام؟ 4. طيب الكاش 64 كيلو بايت لازم احولها لمين؟ للاينز. اللي هي دي المسموح. فاجي احسبها ازاي؟ انا هنا عندي مين؟ عندي الكي صح؟ طيب
الكي ده اللي هو يعتبر مين؟ السايز بتاع مين؟ بتاع البلوك اللي هو يعتبر مين؟ اللي جوه اللايف، صح كده؟ طيب يبقى اعمل ايه؟ هقسم ال 64 كيلو بايت على الكي، جبت كام؟ كام بايت؟ يبقى لما اقسم دي على دي هتديني ايه؟ 16 بتاع فين؟ 16 اهي، 16 كيلو لاين. يبقى انا كده عرفت كام لاين عندي، مش اللاين دلوقتي، الواحد مكون من 4 بايتس ودي كلها 64 كيلو بايت. يبقى لما اقسم ال 64 كيلو بايت على ال 4 بايتس تديني مين؟ 16 كيلو لاين. يبقى انا عرفت دلوقتي انا عندي ايه؟ كام لاين؟ طيب ال 4 بايتس دي محتاج لها كام بت للورد ايدنتيفاير؟ 2. قبل ما امشي وعدي الحته دي بس، 16 كيلو بايت دول هم كام؟ 2 اس كام؟ 14. يبقى اقدر انزل اللاينز دي ب 14 بت في الادرس زي ما بنعمل كل مره. دكتور هي ال 4 بايتس اللي ال 4 بايتس اللي احنا اتفقنا عليهم، احنا عندك 4 اهو، محتاج لهم كام بت عشان يبقى يشاور عليهم؟ 2. يبقى هو ده حتى كده هو ايدنتيفاير. يبقى ال 4 بايتس اللي عندي محتاج لهم 2 بت وورد ايدنتيفاير. يبقى انا كده عرفت الورد هنا ب 2 والار ده ب 14، فاضل لي مين؟ الاس، صح كده؟ الاس. الاس هجيبه ازاي بقى؟ انت عندك قال لك المين ميموري 16 ميجا بايت، يبقى دي كانها كام؟ الميجا دي 2 اس 20 وال 16 2 اس 4، يبقى هنا كام؟ 2 اس 24. حلو الكلام كده؟ ال 24 دول يعتبر هم مين؟ هم الادرس كامل اللي هو ده كده كله. وصلت؟ هنشيل منها الاثنين اللي هم بتاع الورد، اتفضل لك كام؟ 14 24 22. يبقى ال 22 دول، ال 22 دول كلهم بنسميهم ايه؟ بلوك ايدنتيفاير. ال 22 كلهم دول اللي بشاور بيهم على مين؟ على البلوك في المين ميموري. يبقى ال 22 دول اللي هم يعتبر عندي مين؟ اللي هو الاس. وصلت؟ اللي هو هنا، مش انا قلت هنا اس 22 وال دبليو ده مين؟ يبقى كلهم 24، مش الادرس 24 كله؟ صح؟ الادرس كله بتاع المين ميموري 24، عشان احنا قلنا دلوقتي ايه؟ 16 ميجا 2 اس 24. يبقى ال 24 دول عباره عن ايه؟ عباره عن اس ودبليو. الدبليو عندنا في حالتنا هشاور على 4 بايتس بس، فمحتاج 2 بتس. يبقى اللي فاضل كام؟ فاضل 22 اللي هم الاس. طيب التاج بقى احسبه ازاي؟ احنا اتفقنا اللاين بتاعي كام؟ 14 اللي هم دول، صح؟ ودول عرفناهم خلاص، دول هم كام؟ 2. وعرفنا ان دول كده اللي هم الاس، يبقى التاج هو عباره عن كام؟ اس ناقص 1. يبقى انا كده قدرت احدد التاج واللاين او السلوت والورد، ده كده اسمه ايه؟ الادرس. طيب بتشتغل ازاي بقى؟ من انهي حته؟ الاول الاس، حاجه الاس. الاس المين ميموري ادرس بتاعها، المين ميموري الاول كام؟ 16 ميجا، يعني 2 اس 24. يبقى الادرس بتاع المين ميموري كلها كام؟ 24 بت. هنشيل منهم 2 بتوع الدبليو، اتفضل كام؟ 22 بتوع الاس. يبقى دلوقتي الاس 22 والدبليو 2، يبقى الاجمالي 24. طيب انا عندي هنا اللي هم الاس ده مقسوم خانتين، خانه لللاين وخانه للتاج، صح؟ اللاين انا عرفته اللي هو كام؟ 14. جبته منين؟ من الكاش اهي، راح فين؟ 2 اس 14. ايوه 16 كيلو. ايوه ماشي، اللي هي دي. يبقى انا ده مين؟ ده اللاين. يبقى فاضل لي مين؟ التاج. التاج بيساوي ايه؟ الاس ناقص اللاين ناقص الار.
يبقى 22 ناقص 14 تمام كده. طيب بتشتغل ازاي بقى؟ احنا اتفقنا ان انت في كل لاين انت بتخزن كام بلوك؟ واحد. فانت عايز تعرف انهي بلوك ده موجود في الكاش. فبتيجي تعمل ايه؟ انت اوريدي دخلت عايز تشيك الاول هل البلوك ده موجود في اللاين ولا لا. فانت عندك الادرس بتاعك التاج واللاين والورد. فده بتعمل كومبير. كومبير مع مين؟ مع اللاين اللي انت مشاور عليه. القصه هنا خلي بالك انت لازم تفهم بس الحاجه الاول. انا وصلت باللاين، انا مش مشكلتي في اللاين، انا مشكلتي في اللي جوه اللاين. هشوف الورد اللي فيه صح؟ هشوف البلوك اللي فيه، البلوك اللي فيه ده انهي واحد من الرصه اللي احنا رصيناها. لو افترضنا مثلا اللاين ده كان لاين زيرو، هل هو بلوك زيرو ولا بلوك ام ولا 2 ام؟ فانا اوريدي دخلت على مين؟ على اللاين. فباجي اعمل ايه بقى؟ بعمل كومبير، بقارن بالتاج اللي موجود فين؟ في اللاين ده مع التاج اللي جاي. هل هما زي بعض ولا لا؟ لو زي بعض يعني حصل ماتش، يعني حصل هيت، يعني الداتا موجوده فين؟ في الكاش. فبطلع لوجيك 1 لو حصل ماتش، حصل هيت، واعمل له اند مع مين؟ مع الورد، ان انا اخش اشوف البايت اللي انا عايزه جوه مين؟ جوه البلوك. عشان اتخيل دلوقتي ان الكاش البروسيسور بتنقل البايت مش بلوك، فلازم اخش اخد بايت، مش هينفع اخد بلوك كله على بعضه وادخله مين؟ البروسيسور. فلازم اعمل ايه؟ اخد هنا لوجيك 1 مع الورد واختار البايت اللي عندي. ده لو حصل هيت، لو هي موجوده في الكاش. طب لو مش موجوده بقى؟ يعني مش الكاش ده بعد ما بعمل كومبير، يبقى انا لقيت كومبير ده معناه ايه؟ معناه ان انا الداتا اوريدي موجوده في الكاش، حصل هيت يبقى موجوده. طب لو مش موجوده هروح المين ميموري اجيبها، يبقى هطلع من هنا حصل مس ان كاش، يبقى هروح لمين؟ للمين ميموري، وهعمل اندنج مع مين؟ مع الادرس كامل عشان اجيب البلوك على بعض. وصلت؟ فباجي اعمل ايه هنا؟ بعكس العمليه. لو هو ما حصلش ماتش يبقى زيرو، لو واحد، لو حصلش، لو حصل ماتش قصدي يبقى زيرو، لو ما حصلش ماتش تبقى ايه؟ تبقى واحد. ليه؟ لان انا في الحاله دي انا عايز اجيب من مين؟ من ميموري، يبقى لازم الاندنج مع واحد، مع لوجيك 1. وصلت كده؟ حد عنده مشكله في دي؟ العمليه ماشيه ازاي؟ انا بدخل الاول على الكاش، انا كبروسيسور داخل على الكاش، لقيت الداتا اللي انا عايزها، باخدها حصل هيت وباخدها اوديها فين؟ في البروسيسور. انا عليها ايه؟ اسماتيك اوبريشنز بتاعتي. طيب ولنفترض ان انا دخلت ما لقيتش الحاجه دي، بعمل ايه؟ بروح المين ميموري الادرس، جاي رايح واخد الداتا وموديها على الكاش، ومن الكاش اوديها على مين؟ البروسيسور. في الكاش، وعلى الكاش اوديها للبروسيسور. طب نفرض ان هو مش هيسيبها في نفس، مش في نفس اللاين مثلا، اللاين ما ينفعش. يعني هو الدايركت هيبقى في اللاين زيرو بس؟ زي ما اتفقنا طبقا للجدول، اللاين زيرو او اللاين واحد او اللاين اثنين على حسب، بس كل لاين ما يقابله من ارقام البروكس الموجوده في الجدول. يعني ده بالنسبه له يعني مش بعمل خريطه، يعني انا ماشي عليها. بعمل كومبير للاين اللي هو في الجدول. انا اوريدي بص، انا اوريدي دخلت مين؟ انا مثلا نفترض ان انا عايز لاين واحد. فدخلت على اللاين واحد، عايز من اللاين واحد ده عايز البلوك رقم خمسه. ماشي؟ خمسه. يبقى انا دلوقتي بلوك رقم ايه؟ اللاين واحد ده متخزن فيه يا اما بلوك واحد او خمسه او كام؟ 11 وهكذا. فانا دلوقتي دخلت، انا اوريدي دخلت اللاين اللي هو لاين واحد، بدور على بلوك رقم خمسه. هو متخزن فيه واحد. فهنا متخزن فيه رقم واحد.
فباخد التاج ده بتاع الاي واحد ده واقارنه مع التاج اللي هو بتاع مين؟ بتاع بلوك رقم 5. لقيت 5 و1 مفيش ماتش، يبقى ده مش موجود. يبقى دي راجع رايح فين؟ جايب 5 من المين ميموري ومسجله في اللاين 1، واخش بقى جواه بالورد دي اخد البايت اللي انا عايزه ونفترض ان هو بايت رقم 3. يعني انا اللاين ده انا اللي حددته، انا مش شغال اللاين. ايوه بالظبط، بس طبقا للجدول المحطوط. انا مشكلتي هنا مش في حته ان انا اللاين اوريدي دخلت، انا مشكلتي هل حصل هيت ولا ما حصلش. ماشي، انا هختار اللاين بقى اللي هو على اساس التاج اللي هو جاي لي من بره. التاج ده بقى بستخدمه ان انا اقارن اعرف الداتا الموجوده جوه بلوك رقم كام. وصلت؟ يعني هو في مرحله هنا في الاول، في الاول قبل دي اللي هي انا بحدد انهي لاين. ماشي؟ بالادرس ككل، فعرفت خلاص ان هو مين؟ لاين رقم كذا. المرحله الثانيه بقى اللي احنا تهمنا، حصل هيت ولا مس؟ وصلت؟ دلوقتي هو بيرجع كومبيت ولا ايه؟ دلوقتي بيجيب اللاين يخش على التاج. هو ده اللي احنا بنقوله، انت كومبير التاج مع التاج، مش التاج دلوقتي ده، اتفقنا ده البصمه بتاعت اللاين، ده اللي بيحدد لنا متخزن فيه كام؟ متخزن فيه انهي بلوك؟ وصلت؟ يوم الاجل، يوم الاجل بطل البلوك ده هيروح يجيبها من مين؟ حد عنده مشكله في ده؟ عشان اللي جاي هيبقى مجرد تعديلات. لا هو احنا الدكتور نسيت ان ده تعديل كده النهارده. النهارده. عشان في حاجات معينة في المهم زي ما اتفقنا دلوقتي، كان من ضمن العيوب بتاعت الدايركت ايه؟ ان انا عندي لو انا دلوقتي محتاج بلوك واحد، طيب عشان يحل الموضوع ده عملوا ايه؟ عملوا حاجه من اتنين، قال لك حاجه اسمها الفيكتيم اللي هي كانها الضحيه، يعني ان انا بعمل ريمبر للبلوك اللي موجود. ماشي؟ يزعل حتى لو ايه؟ بحطه على جنب كده، هو اوريدي فينشد يعني هو موجود عندي، فباخده كده بحطه على جنب، فبيسموه الضحيه، اعينه شويه لغايه لما اخلص الاوبريشن اللي بعدها. الاوبريشن اللي بعدها لقيت انه انا لسه محتاجه، مخليه اتريشن كمان. لو مش محتاجه خلاص. لو محتاجه وراح جاي ايه؟ جايبه، لان هو اوريدي فينشد هو موجود عندي. فده يسموه ايه؟ فيكتيم او ضحيه. طيب ولنفترض بقى موضوع الفيكتيم ده مش موجود. قال لك هناخد حاجه ثانيه اسمها ايه؟ فولي اسوشيتد. فولي اسوشيتد بقى عمل ايه؟ عمل تعديل في الدايركت. بصوا بقى الموضوع، استنى بس كده، مش زي ما انت متخيل يعني. بص في الفولي اسوشيت عمل ايه بقى؟ بص بص خدتوا بالكم عمل ايه؟ الفريق السويدي هو لقى الموضوع اللاين اللي في النص كلها كلها تاني. مش احنا كان عندنا ثلاث خانات؟ الخانه اللي في النص دي كانت تبقى اوسط تمام؟ هو لقاها وحط كل 22 هما تاني. يعني الليست دلوقتي بقى هو التاني. وصل الكلام؟ فانت في الحاله دي عمل ايه؟
لازم يقارن مع كل التاجز بتاعت مين؟ بتاعت كل البلوكس، لان انا مش عارف دلوقتي البلوكس انهي لاين. بص الفكره ماشيه ازاي؟ فبقى بيقارن مع مين كلهم؟ مع التاج اللي انا عايزه. وهبتدي اعمل ايه؟ نفس الفكره بالظبط، نفس الالجوريزم القديم هو هو بالظبط. كل اللي فرق شال اللاين. وصلت؟ توتو؟ دلوقتي احنا كنا بنعرف شغالين فرق لاين اللي هي كل اللاين اللي هو كل اللاين احنا اتفقنا دلوقتي حته اللاين الاول ما كناش بنيجي نعرف اللاين انا فين فاحنا اني لاين وادخل اشوف اني بلوك جوه اللاين دلوقتي لا انا مش عارف هو اني لاين هروح مقارن مع كل اللاين اللي موجود عندي كل لاين كان الاول جواه بلوك في رايك كان في كام بلوك؟ بلوك واحد برضه بس الفكره في ايه بقى؟ الفكره دلوقتي ان انت ما بقتش مقيد بالجدول الوحيد ممكن يبقى لاين زيرو في بلوك زيرو ولاين واحد في بلوك ان ما بقتش مقيد خلاص الموضوع انفتح مقيد لا دي بقت مفتوحه يعني ايه؟ يعني انت في الكوري اسشيتف انت اوريدي مسموح لك في اي حته تحط اي حاجه. صح. ما بقتش مقيد زي الجدول القديم بتاع الغير. بقت مفتوحه. فانت بقيت دلوقتي تعمل ايه؟ كومبير مع كل اللاينز الموجوده عندك. مع التاجز اللي تلاقيه يعني بلوك انت مثلا مفترض انت عايز بلوك رقم ثلاثه. هتقارن مع كل اللاينز الموجوده عندك. لقيت البلوك ده رقم 3 ده موجود في لاين 0 خلاص خلصنا جبت لاين 0 ده هخش جواه بالورد ايدنتيفاير اخد البايت اللي انا عايزه واديه البروسيسور يبقى كل اللي حصل عندي هنا مين اللي اتغير مين اللي اتغير في القصه دي كلها بسايز التاج بدل ما كان اس ناقص ار بقى اس ياخد ال 22 يبقى انت عندك في الحاله دي التاج سايز كام؟ 2 اس 22 وصلت؟ يعني 2 اس اس فانت دلوقتي ده بالنسبه للفولي اسوشيتد فجي قال لك ايه؟ قال لك بس عيوبها ان انا هقارن مع كل دول مره واحده خطوات كتير فقال لك ايه؟ طب ما نعمل حاجه ثانيه غلط شويه ان اعمل ايه؟ اعمل ست اعمل مجموعات. طب نعمل ازاي دي بقى؟ الست المفروض اصلا بص هو عامل ايه؟ انا
قال لك انا مفترض مثلا ان انا عندي كاش وكاش مكونه من مجموعه الغاز اللي انا اتفقت، صح الكلام؟ فقال لك انا هعمل ايه؟ انا هاخد مجموعه من اللوكس، يعني ايه كاسيت عارف اللي هو ايه؟ مثلا مفترض ان انا بلوك 0 وبلوك 1 وبلوك 2 وبلوك 3 خد مجموعه فرشه كده على بعضها وسماها ست. مش هو بياخد لاين؟ ايوه عشان كل لاين جواها بلوك واحد هو كل لازم تبقى متفق بس على المبدا ان انت عندك لاين ما يتساويش فيه بلوك واحد. ليه؟ لان اللاين سايز هو البلوك سايز. فده منتهي كل اللي بيحصل بقى ده اسمه ايه؟ الالجوريزميك. يعني ايه؟ يعني حسين بيجي يقول لك ايه؟ يقول لك انا مش راضي عن اداء الكاش، طب احسن اطور احسن سبيد احسن اساس تايم احسن اي طريقه بيعملها الالجوريزم الجديد بيعمله اثبات رياضي ويثبته ويستنتجه ويبتدي يعمل عليه شويه سيميوليشن ريزلتس او تجارب عمليه او كلام من ده ويطلع النتائج ويثبت ان هو احسن من غيره. ده اللي بيحصل. فانت القصه بالنسبه لك هو مجرد الالجوريزم او طريقه للتفكير، طريقه تنفيذ ده اللي احنا بنقوله. يعني كل اللي احنا بنعمله ده كل واحد بيطلع طريقه جديده. مش معنى كده ان اللي قبل كده مش مستخدم، بس انت بتيجي تعمل ايه؟ تقول انا شايف ان طريقتي دي احسن من الطريقه اللي قبلها. احسن في ايه؟ احسن في كذا وكذا وكذا، اللي قبل منها كان فيها عيب كذا وكذا وكذا. فكل طريقه بتيجي بتحاول تحسن في حاجه غلط في النقله. فهو دلوقتي عمل ايه؟ بص بس. قال لك هياخد مجموعه من البلوكس من المين ميموري ويروح جاي مخزنها فين؟ في السيتس الموجوده في الكاش. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا ممكن الست الواحده احط فيها بلوك واحد واحط فيها اكتر من بلوك زي ما انا عايز. يعني ممكن بلوك مثلا نفترض ان الست دي ست زيرو مثلا فيها اثنين لاينز. انا وانا بختار مثلا دلوقتي انا بحط قلت ايه؟ قلت انا هختار الست دي ست زيرو اثنين لاينز بس عن شرط ان الست كلها تبقى نفس الرقم. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اقول ده اثنين وده ثلاثه. لو قلت الست فيها اثنين لاينز يبقى كل ست من دول فيها اثنين لاينز، يبقى انا اخترت الست زيرو اثنين لاينز وقلت انا هحط فيها البلوك وليكن بلوك تسعه. البلوك تسعه ده ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى اللاين الاولاني او اللاين الثاني، صح؟ نفس القصه لو جيت بلوك زيرو وقلت هحطه في ست ثلاثه ممكن يبقى في اللاين الاولاني او اللاين الثاني. يبقى انا في الحاله دي ايه؟ بقى عندي سماحيه ان انا عندي البلوك اللي انا الموجود ده يبقى موجود في اي لاين من اللاينز الموجوده. لما جه هو عمل الحركه دي فبقى ايه؟ هي بقت حاجه شبه شويه الدايركت بس مش دايركت. يعني هو عمل ايه؟ لو خدت بالك نفس التقسيمه بس الفكره انا مش رابطك. يعني ممكن البلوك ده يبقى هنا او هنا او هنا او هنا. فانت في الحاله دي انت بتعمل ايه؟ البلوك ده خلاص اتسيب جوه الست. طب انا عايز اقارن اعرف هو موجود في انهي لاين. نفس الفكره بتاعت الدايركت بالظبط، ان انا بقارن مع اللاين ده واللاين ده واللاين ده وزن الست جوه الست نفسها. لو الست دي مثلا اربعه لاينز وانا مخزن فيها بلوك واحد فالبلوك ده ممكن يبقى هنا او هنا او هنا او هنا.
تعالى ده مقارن جزء مقارن 18 بقارن ايوه هي نفس فكره الدرجه بالظبط شباب سيب عند 40 ماي خليهم مثلا 10 6 ولا مش يبص على 6 هي بص لا انت اوريدي اوريدي انت عرفت هو موجود في الست الفلانيه حلو الكلام هي نفس فكره الدايركت مع اختلاف بسيط ان انا ايه ان انا مش محجمك بالظبط فانت القصه كلها بالنسبه لك ايه انت عرفت ان انت مخزن البلوك الفلاني في الست دي هو اي لاين بقى هو السيرش ده جاي اقارن التاج ده مع التاج بتاع الادرس بتاعك يعني هنا والدايركت في خطوه مسبقه احنا ما جبناهاش بس هي في خطوه قبل كده ان انا بتعملها تعرف هو موجود تاني ست وصل الفكره ماشيه ازاي؟ فاحنا معتبرين ان احنا عارفين الست هو بقى انهي تاني لاين جوز نفس الفكره بالنسبه للادرس بالظبط هي هي كان هناك اسمها صار هنا اسمها سي بس دي على نفس دي ده اللي هو في الست يعني الست دي لو فيها اثنين يبقى ايه؟ لا اسمها اثنين هنا اه لا بس لو انا بتكلم ان هم لو تو لاينز يبقى انا محتاج ايه؟ بيت واحد وصلت الفكره ماشيه ازاي؟ لو هو اثنين لاينز يبقى محتاج بيت واحده يبقى انا عندي هنا دي واحد يبقى التاج بكام؟ التاج التاج الحاله دي ايه؟ ده اسمه اصلا ده تمام ايوه اسمه اصلا ايوه اسمه اصلا ده كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه هو ده دكتور مثلا في الظاهر ده ولو مثلا لو اشتغلنا بالطريقه اللي كانت مع بيتروم او الباور اللي هو بص لازم نكون متفقين على مبدا الكبير العام كل بص بص يا جماعه كل بروسيسور دي هتخش عليه. فاهم القصه ماشيه ازاي؟ لازم نتفق على مبدا ان كل بروسيسور وليه اركتكشر غير ايه؟ يعني ده اركتكشر ايه؟ ده اركتكشر ستاندرد. ايه بقى؟ ستاندرد ده عامل ما تكونش كاش واحده اه كاش واحده هو ستاندرد. بيجي انت لما تيجي تشتغل تشوف انت شغال على انهي ستاندرد. فانت لما تيجي تشوف مثلا اي بي ام هتلاقي عامل جدول برضه موجود على الكتاب قايل لك الاي بي ام مثلا اي بي ام كام؟ اي بي ام كذا. الاي بي ام كذا ده شغال بكام كاش؟ في ليفل واحد وليفل اثنين وليفل ثلاثه يعني مثلا فيديا شغال اربعه كاش. اربعه كاش. اربعه كاش. ماشي ليفل واحد وليفل اثنين وليفل ثلاثه ليفل اربعه. ماشي فانت